وعلى هامش الكونغرس العالمي للإعلام، أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام في لقاء خاص مع وكالة أنباء الإمارات وام، أكد على الدور الكبير الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صياغة مستقبل العالم بما يحقق التطلعات المنشودة. القيم اللي يحملها هذا الكونغرس الحقيقة اللي تعكس السياسات والرؤى المتطابقة بين يعني قيادة البلدين بقيادة سيدي صاحب الجلالة ملك البلد المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره رئيس دولة الإمارات، وسعيهم الدائم نحو القيادة الدبلوماسية والقيادة الفكرية، مساهمة هذه المنطقة بشكل جاد وكبير، يعني نتكلم عن مستوى الخليج العربي، مستوى الشرق الأوسط، مستوى الوطن العربي، في صياغة قيادة دبلوماسية والقيادة الفكرية على مستوى العالم. اليوم الكونغرس العالمي للإعلام، بعد أيام قليلة الكوب 28، حدث عالمي كبير في مملكة البحرين، حوار المنامة أيضا خلال أيام يجمع أهم العسكريين والأمنيين والسياسيين المعنيين بشؤون الأمن والجيوبوليتكس في المنطقة. قبل شهور كان مملكة البحرين تستضيف حوار الشرق والغرب من أجل التعايش السلمي والإنساني، فالمنطقة الحقيقة تشهد مرحلة جديدة تصيغ فيها ما يحدث على المستوى العالمي بحكمة قيادتي البلدين وأيضا إخوانهم في مجلس التعاون من الدول اللي جميعها تشارك الحقيقة في دور المهم على مستوى العالم. مملكة البحرين من اليوم الأول اللي يبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة رغبتها في استضافة الملتقى أيدت ذلك ودعمته وساندته بتوجيهات سيد جلالة الملك المعظم سيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأسباب متعددة. الأول منها طبعا العلاقة الوطيدة اللي نقول نموذجية بين البلدين وبين قياداتهم، ولكن أيضا إيمان مملكة البحرين بأن دولة الإمارات اليوم من خلال دبلوماسيات الرائدة في المنطقة بالإمكان أن هي تشكل المكان المناسب للوصول إلى توافقات مهمة على مستوى الرغبات المشتركة اللي في اختلافات على كيفية الآليات اللي للوصول لها. مثل ما يعني يمكن عدد من المتابعين يعرف، الكل يشترك على نفس الأهداف في العالم بين الدول وبين المجتمعات، الاختلاف على كيف نوصل حق هذه الأهداف وشنو الآليات، خصوصا بما يسمى بالشمال العالمي والجنوب العالمي اللي هو الجلوبال نورث والجلوبال ساوث والأولويات المختلفة لديهم. مملكة البحرين بتوجيهات قيادتها من ناحية التصنيف فيما يتعلق بالارتباط بالإنترنت البنتريشن عالي جدا خصوصا عند الشباب، فلذلك اليوم المحتوى الإعلامي يصل إلى الشباب طبعا خصوصا في يعني أطره الحديثة وتطوراته بشكل سريع جدا، سواء كان على مستوى الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللي تتحكم في المحتوى اللي يعرض على مختلف الفئات المجتمعية، أو فيما يتعلق بما يسمى بالميتافيرس أو الواقع المفترض أو الواقع المختلط. هذين كلهم الله يسلمك عندنا خطط للتعامل معاهم، عندنا خطط أيضا لصناعة بيئة قانونية واقتصادية حاضنة لإبراز مجهودات الشباب البحريني في هذا المجال، وجذب أيضا المبدعين من طرف دول العالم للعمل مع زملاء بمملكة البحرين للوصول إلى نتائج تساهم في أن يكون مملكة البحرين لها دور في هذا المجال.